طبعا عندما نتحدث بالأرقام هناك أرقام رسمية موضحة من الجمارك السعودية أن في شهر مارس من عام 2020 كان عدد الشاحنات التي قامت بالمرور من السعودية باتجاه الإمارات ومن خلال منفذ البطحة تتجاوز 40,184. وإذا قارنا هذا الرقم تحديداً بنفس الشهر في عام 2019 نشاهد أن الرقم 40,000 أكثر من 40,200 شاحنة، يعني أن هناك تقريبا 12 شاحنة هو الفارق، وهذا بدليل أن الخدمات وكذلك عملية التصدير ومرور الشاحنات لم تختلف. هذه تحديدا الآن التي نشاهدها هي الشاحنات التي تعبر من منفذ البطحة وتحديدا من منطقة الجمارك باتجاه دولة الإمارات، هي تصدر المواد الغذائية وكذلك الخدمية، وهناك قطاعات أيضا في الصناعة والمواد أيضا الكيميائية تقوم بنقلها هذه الشاحنات باتجاه الجهة الأخرى. ولكن هاني كيف يتم التعامل سواء مع البضائع أو حتى مع الأشخاص الذين يقومون بنقل هذه البضائع للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا؟ هل هناك إجراءات بعينها أيضا تضمن سلاسة الحركة، ولكن أيضا الجانب الصحي له أولوية أيضا؟ طبعا قبل هذه المنطقة يوجد الكادر الصحي، وحرصت السلطات السعودية أن هذه الشاحنات لا تتأخر في الوقوف مع هذه الإجراءات الاحترازية، ولعل الصور هي واضحة جدا من خلال عبور الشاحنات في مدة لا تتجاوز الدقيقتين. هناك كادر صحي قبل هذه المنطقة التي نتجاوز فيها أو قبل المنطقة التي نقف فيها، هي مخصصة من وزارة الصحة تقوم بفحص ركاب الشاحنة وكذلك من خلال الكشف عن درجة حرارتهم وأيضا إعطائهم بعض التعليمات، إضافة إلى التزام أيضا أفراد الجمارك السعودية بالالتزام بلبس القفازات الطبية وكذلك الكمامات الخاصة للوقاية مع وجودهم وأيضا قربهم من سائقي هذه الشاحنات. لو نلاحظ السائق الذي بداخل هذه الشاحنة التموينية، هذه من إحدى هو يرتدي الكمامة، وهي من الكمامات التي تم إعطاه من قبل الكادر الصحي هنا في المنفذ البطحة. هناك جهود مشتركة بين الجمارك السعودية وبين وزارة الصحة وأيضا بين القطاعات الحكومية من أجل تسهيل عملية وصول هذه الشاحنات في الوقت المحدد، سلامة الركاب وكذلك سلامة أيضا التموين والمواد التموينية التي تحملها هذه الشاحنات. هذا جزء بسيط. لو نشاهد أيضا هنا في المسار الآخر نشاهد قاطرة أيضا أو مسار كامل من الشاحنات، إضافة إلى عدد الشاحنات التي تقف في المنطقة الخلفية أو المساحة الخلفية والتي خصصت لوقوف هذه الشاحنات حتى انتهاء إجراءاتهم.